نظام البيت وترتيبه أكيد كل يوم مطلوب منك أنت كست صاحبة منزل ما طبعا بعد كده الفيديوهات اللي كلها نشاط وباور اللي كل يوم أكيد بنشوفها مع بعض النشاط والحماس ممكن يجيلك الصبح بدري وفي ستات تانية ممكن قبل ما تنام كمان بتحاول تقوم بكل روتينات البيت اللي مطلوبة منها عامة مهما كان الوقت بالنسبة لك المهم أن أنت بتحاولي تنجزي وتخلصي شغل البيت أول بأول والمسؤوليات والالتزامات طبعا اللي احنا بنشوفها مش بتخلص ومش بتنتهي أبدا تعالوا مع بعض كده نبدا نشوف فيديو النهارده بكل افكاره بكل نظامه وترتيبه وفي نفس الوقت كمان استغلالك لكل وقتك يعتبر كده عشان تقدري تنجزي شغل البيت اللي يمكن مش بيخلص تعالوا مع بعض نبدا فيديو النهارده باللايكات وكمان تعليقاتكم الجميله اللي بقراها واكيد بكون سعيده جدا بيها وحب اقول لكم فيديو النهارده كله افكار وكله حماس ونشاط بدايه طبعا بقى كده من غرفه نومك ومطبخك وحمامك وتنظيمك لكل جزء وكل شبر في البيت عشان نخرج مع بعض من كويسه جدا، التنظيم والترتيب ده ممكن تكوني مفكره ان هو بياخد منك وقت طويل، بل بالعكس مجرد ما بتقومي بنشاط زي ده اول باول بتوفري على نفسك وقت وجهد كبير جدا وبالفعل بتقدري تستغلي وقتك احسن استغلال والنتيجه بالنسبه لك بتبقى مضمونه بصوره كبيره، اظن مفيش حاجه بعد فيديو النهارده من حيث طبعا بقى التنظيم والترتيب غير لما هتبهرك، شكل بيتك بيتغير واوضاع كمان البيت عندك بتتغير وكمان في نفس الوقت مساحه بيتك صغيره كبيره يكفي ان انت اكتر واحده اكيد على درايه ومسؤوليه يعني نظام بيتك ماشي ازاي؟ همشي يوم ازاي؟ ايه الطلبات اللي انا ممكن اجيبها عندي في البيت وازاي طبعا هقوم في البيت عندي يعني بواجباتي وروتيناتي على اجمل وجه ويمكن نظامنا وترتيبنا ده هو اللي بيغير فكرتك وصورتك بالنسبه لكل حاجه تخص المنزل اظن يعني الروتين ده كل نشاط وحماس ويمكن خلاص دلوقتي احنا داخلين مع بعض بقى على الموسم الشتوي كل ست بيت فينا بتبدا طبعا بقى تجهز مفروشاتها والزارة. تظبط حالها وتوضب كمان نفسها وتشوفي البيت ايه الامور اللي محتاجه ايه كمان الوقت المعين اللي البيت ممكن يكون محتاج فيه شغل اكتر ازاي تنظمي حالك ازاي كمان توضبي بيتك بصوره كبيره ازاي كمان تشوفي التزاماتك ومسؤولياتك لحد ما بنخرج مع بعض كمان بنتيجه كويسه جدا اي نعم كل ده من وقتك وجهدك لكن عامه كل حاجه بتعمليها في البيت بتغير في شخصيتك بتغير كمان في روتينك بتيجي تبص كده كمان على كل مقطع زي ده واحنا بنشوفه وبنتعلمه مع بعض بتحسي بالفعل ان انت انجزتي تفاصيل حاجات كتير قوي انت بالفعل كنت مستنياها ومجرد طبعا ما بتقومي بالروتينات اليوميه اللي زي دي بتحسي ان انت تخلصتي من طاقه سلبيه كبيره جدا وشغل البيت بيفرق جدا بالنسبه لك وكل الطاقه والباور اللي احنا بنشوفهم مع بعض بالفعل بيغيروا كمان في روتينك اليومي كل يوم أكيد مطلوب منك بقى إن أنتي تغسلي وتوضبي وتنشري الملابس بتاعتك وفي نفس الوقت كمان كده تعملي مجموعة من الأكلات والوصفات اللذيذة وأكيد روتينك بعد الغداء غير روتينك بعد الفطار غير بعد العشاء كل يوم مطلوب منك تقومي بكل التوضيبات والتنظيفات والتنسيقات اللي زي دي لحد طبعا ما بيجي عليك الوقت اللي أنتي بتحاولي تقومي فيه بكل المجهودات عشان تطلعي كمان معانا بنتيجة كويسة أي نعم شغل البيت والتزاماته مش بتخلص لكن كل يوم بتحاولي كانت تظبطي حالك اكتر، بتحاولي كمان تقومي بنشاط وباور تطلعي منه بنتيجه كمان فعاله، ويمكن هو ده في حد ذاته النشاط والحماس اللي كل واحده فينا بالفعل بتبقى مستنياه، ومجرد كمان ما بتطلعي بنتيجه معانا كويسه بتحسي كده ان انت انجزتي في يومك تفاصيل كتيره، هو ده يعني يعتبر اليوم النشيط بالنسبه لك، وشغل البيت وشغل المطبخ بالذات مش بيخلص ابدا، وكمان في نفس الوقت تطهيراتك وتوضيباتك وتنظيفاتك لكل حاجه زي ما بتاخد معاكي وقت زي كمان في النهايه كده بنتيجه ممكن تبقى بالنسبه لك هايله جدا تنظيفك للبيت والتزاماتك هي اللي بتخليكي طبعا دايما اشجع تيجي في نهايه اليوم كده بس مجرد ما بتقعدي بقى كده وتعملي لنفسك اكله ولا وصفه لذيذه بتحسي خلاص بقى ان انت فصلتي من الدنيا باللي فيها تعملي بقى حاجه حلوه لاولادك تعملي حاجه حلوه لنفسك تعملي كمان بقى كده قطع من يعني يعتبر الاكلات الخفيفه والسريعه اللي تبقى في التحضير ما بتاخدش معاكي وقت ومجرد ما بتعملي كل الاكلات والوصفات اللي زي دي بتحسي طبعا ان انت انجزتي في يومك وقت كبير وبتطلعي الحلو بتاعك كده وتستمتعي بيوم لذيذ بالفعل يعتبر ان انت انجزتيه في اسرع وقت طبعا بقى وسط كله ده كله كمان كميه الملابس اللي كل يوم مطلوبه منك ان انت تقومي بيها تنظيفات البيت وتوضيبات البيت اللي مش بتخلص ابدا وكل يوم طبعا كمان بتطلعي معانا بشغل في البيت ممكن يكون فعال حاجه كمان مضمونه حاجه كمان بت بتست... في الوقت حاجة كمان بتحسي ان انت عملتيها وريحتك كمان بالنسبة ليومك لان اكيد انت كل يوم مضغوطة كل يوم مطلوب منك التزامات طلبات كتيرة تهتم باولادك بمذاكرتهم تهتم كمان برضو بملابسهم تنزلي برضو تشتري بعض المشتريات بقى من السوبر ماركت تنزلي السوق بنفسك تعملي يعني شوية شوبينج كده يعني بتحسي فيهم كده ان انت خرجتي طاقة سلبية موجودة جوه منك هي دي الحياة اللي احنا عايشينها اكيد كلنا بنتمنى ان احنا نعيش حياة ممكن تبقى سلسة بسيطة مريحة لكن وسط ده كله للاسف دوامة الحياة ساعات بتبقى صعبة جدا بنحاول اكيد برضو في نفس الوقت نعدي بحياتنا دي لبر الأمان وطبعا كده بنحاول اكيد ان احنا ننجز كل روتيناتنا في اسرع وقت أظن كمان السيدة دي بتختلفش أبدا عن أي سيدة تانية بنعرضها هنا ونشوفها مع بعض سواء الروتين طبعا ده في المنزل ده ممكن يكون مختلف أو منزل السيدة اللي قدامه ممكن يكون مميز شوية سيدات تانية ممكن يكون منزلها أبسط بكتير أو هنا كمان السيدة التركية دي ممكن تكون مختلفة عن أي سيدة آسيوية أي سيدة أجنبية بنعرضها لكن الروتين هو هو وشغل البيت هو هو والست هي هي في أي دولة وفي أي مكان هتلاقيها دايما بتحس طبعا بمسؤولياتها والتزاماتها عايز زي ما طبعا تخلي بيتها على سنجة 10 زي ما بيقولوا ما يكونش ناقصها اي حاجه ابدا هسيبكم دلوقتي مع بعض كده تستمتعوا بالفيديو للنهايه واتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد لايكاتكم الحلوه وحماسكم واشتراككم معايا في القناه عشان ابهركم بكل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجايه ومع السلامه